ازيكم يا شباب، اتمنى تكونوا بخير. معاكم محمد جابر. النهارده يا جماعه جاب لكم برنامج بيحمل اي ملف انت عايزه بسرعه كبيره جدا. لكن قبل ما ابدا في الفيديو، لو انت مش مشترك في القناه انزل دلوقتي اشترك وفعل جرس الاشعارات عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. متنساش تعمل الفيديو بلايك، لو عندك اقتراح اكتبه لي في التعليقات. طبعا هيظهر لكم فوق بطاقه كده يا جماعه، اختار اضغط عليها واختار حابين يكون الفيديو الجاي يكون عن ايه. لكن قبل ما نخش في الفيديو، دي قناتي التانية يا جماعة، قناة ميدو جيمز 55. اتمنى منك ان انت تنزل تشترك فيها دلوقتي وتفعل جرس الاشعارات عشان يوصلك فيها كل جديد ان شاء الله. هسيب لك الرابط بتاعها في صندوق الوصف. طبعا انا بقدم فيها العاب ان شاء الله هتعجبكم، العاب جميلة جدا. القناة دي يا جماعة فيها 417 مشترك. اتمنى منكم طبعا ان انتوا توصلوها ل 1000 مشترك خلال فترة قصيرة. وشكرا لكم يا جماعة على 4000 مشترك، بجد من كل قلبي بشكركم. تعال نشوف بقى برنامج النهارده. البرنامج ده حجمه صغير ويحملك الملفات اللي انت عايزها بسهوله وبسرعه. طبعا ده الملف اللي احنا هنحمله حجمه 500 ميجا بايت، تمام كده. الملف ده حجمه 500 ميجا. لو جيت احمله من موقع ميديا فاير هياخد معايا حوالي نص ساعه او ساعه وشويه على ما يحمل. فعشان كده انا جايب لكم البرنامج ده. اول حاجه هتعملها هتروح تنسخ الرابط اي ملف انت عايز تحمله، ومش شرط تكون الملف مرفوع على ميديا فاير او ميجا، اي ملف على اي موقع انت عايز تحمله هتنسخ الرابط بتاعه وتحمله بكل سهوله زي ما هوريكم دلوقتي. طبعا يا جماعه انا حملت البرنامج ده مخصوص لان كان في ملف بحمله كان حجمه 300 ميجا، قعد معايا ساعتين او ساعه ونص تقريبا، وكان نصه بس اللي حمل، فعشان كده كان بياخد معايا وقت كبير جدا في التحميل. فعشان كده نزلت البرنامج ده، هو برنامج جميل جدا يا جماعه. اول ما تفتح البرنامج هيظهر معاك بالواجهه دي كده. طبعا هيظهر لك كلمه المكتمله، لا انت هتضغط على قائمه الانتظار. بعد كده هتضغط على الدايره اللي باللون الاخضر اللي تحت دي كده. اول ما تضغط عليها هيظهر لك مربع زي ما انت شايف كده. هتضغط على كلمه الرابط وهتلصق الرابط اللي احنا نسخناه. طبعا الرابط هتلصق معاك بالاسم كمان. هتضغط لصق، هيبقى هيظهر لك هنا اسم الملف والرابط بتاعه. هتضغط بقى، هتخرج خطوه وهتضغط على كلمه المتصفح. اول ما تضغط على كلمه المتصفح هيبدا يفتح لك الموقع اللي فيه البرنامج اللي فيه قصدي الملف. هتبدا ان انت تضغط على الملف وتحمله عادي جدا. طبعا اثناء التحميل لو انت طفيت الموبايل وسبته هياخد برضو معاك وقت اقصر وهيحمل معاك اسرع. يعني لو انت الملف ممكن ياخد منك ربع ساعة، لو انت طفيت الموبايل ممكن ياخد 10 دقايق، تمام كده. بعد ما تحمل الملف هتضغط عليه عشان تحمله، هيظهر لك المربع ده بالشكل ده كده. هتضغط على كلمة البدء، هيبدأ التحميل على طول زي ما انت شايف كده، بيبدأ التحميل على طول. طبعا هو الملف دلوقتي الوقت بيقل مش بيزيد، يعني انت ما بتيجي تحمل ملف من اي موقع مباشر الوقت بيزيد تدريجيا. يعني بيقول لك متبقي 7 دقايق بتلاقيهم فجأة بقى 11 دقيقة. طبعا ده بيقل اهوت يا جماعه زي ما انتم شايفين، الوقت عمال يقل اكتر. والملف ده كده هياخد معانا 10 دقايق زي ما انتم شايفين، يعني ملف حجم نص جيجا ممكن ياخد منك ربع ساعه او نص ساعه، ياخد منك 10 دقايق. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. يا ريت لو انت مش مشترك في القناه اشترك وفعل جرس الاشعارات عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. شكرا لكم على المتابعه، كان معاكم محمد جابر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.